ما تروحوش، ها؟ استنوني تحت. سمير، مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقا كومبارس. لا يا معلم، كلب السقا دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني، ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. عالي قوي السقا، ها؟ بيموت فيا انا دراعه اليمين لعلمك. يا راجل، بعرف اعمل كل حركاته، بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعبه عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سمير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى، عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه، فالدكتور يضطر ينجحنا. صح. او يضطر يسقطني. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه احمد زهير يا ابني، ما احنا مش هنقدمه هو هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك. تاخده يا شهير؟ اخده قوي يا بيبي. ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار، صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف، اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراعه جهاز البيانولا. استنى بس. تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز، اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى سمير، افتح اخر صفحه في الملزمه شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ ان شاء الله مستر رجع موضة. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير. تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها؟ جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني، انت بتصدق؟ ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر، ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا.
احمد سيد.